from now. In the previous lesson, أخذنا elements on the graph. وعملنا فيهم quiz وكل شيء كان تمام. Okay? هلا in this lesson, نحن رح نصير نحن عمل calculate the limit without the graph. من دون graph. Okay? طيب, الرولز اللي أخذناهم last time هن number plus infinity, number plus number equal number. Number plus infinity equal plus infinity. Number minus infinity equal minus infinity. Plus infinity plus infinity بيطلع plus infinity. و minus infinity minus infinity بيطلع minus infinity. Okay. وقلنا إنه بس يطلع لي أنا plus infinity minus infinity يعني بيطلع شو indeterminate. Okay. Indeterminate. أخذنا examples على هدول exercises. اوكي اخذنا examples كتير واحد منهم بدي اقوله دغري بسرعه limit ل as x tends to plus infinity ل 3 plus x شو بيطلع 3 plus x والx بحط بداله infinity بما انه الx رايحه على infinity يعني وكانه عم بعمل substitute وكانه عم بعمل substitute هي مش substitute اوكي فبصير 3 plus infinity equal plus infinity اوكي على اي رول انا مشيت على رول تبعيه number plus infinity بيطلع plus infinity. Okay. إذا جينا function هيك limit as x tends to plus infinity ل 3 minus x. هيدا ال function هو 3 minus x. فشو بتصير 3 minus plus infinity. يعني 3 minus infinity يعني بصير minus infinity. على قاعدة مين؟ إنه number minus infinity بيطلع minus infinity. Okay. طيب. أخذنا rules على multiply. Okay. وقلنا انه non-zero number times infinity بيطلع infinity هيدي الرول الاساسي non-zero number يعني نحن بدنا نحفظ هي اللي بالبوكس non-zero number يعني حيالة number بعدها zero times infinity بيطلع infinity انت كيف بتحفظها هي بتتخيل انت انه 3 times infinity طب الانفينيتي رقم كتير كبير نحن ما له نهاية 3 times infinity رح يضلوا رقم كتير كبير ما له نهاية اوكي يعني هو كمان رح يطلع infinity اوكي طيب هلا هودي الاربعه هودي الاربعه هن روتس اوف ذس يعني بوزيتيف نمبر تايمز بلس انفينيتي بيطلع بلس انفينيتي بوزيتيف نمبر تايمز ماينس انفينيتي بيطلع ماينس انفينيتي وهيك اوكي حسب نيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف اند سو اون طيب هلا انفينيتي تايمز انفينيتي شو بتطلع انفينيتي انت كيف بتحفظها لها انه رقم كتير كبير ما له نهايه تايمز رقم تاني كتير كبير كمان ما له نهايه يعني ما له without bound فاذا اكيد الانسر تبعهم رح يطلع انفينيتي يعني مثل انفينيتي بلس انفينيتي بتطلع انفينيتي نفس الشيء انفينيتي تايمز انفينيتي بتطلع انفينيتي انت بدك تحفظ هي اوكي ليبل بوكس اتفقنا عليها ليبل بوكس اوكي هلا اذا كانت بلس انفينيتي والثاني وحده ماينس انفينيتي بيطلع الانسر ماينس انفينيتي بلس انفينيتي تايمز بلس بتاع بلس انفينيتي ماينس تايمز ماينس انفينيتي بيطلع بلس انفينيتي اوكي طيب هلا حكينا على نون زيرو نمبر طيب وات اف ات از زيرو يعني مثلا 3 تايمز انفينيتي بلس انفينيتي بيطلع بلس انفينيتي طيب زيرو تايمز انفينيتي ان كان بلس ولا ان كان ماينس اوكي بيطلع indeterminate شو indeterminate zero times infinity indeterminate اوكي طيب هيدي كمان بدنا نحفظها ماشي الحال لحد هلا كل شيء تمام واخذنا شويه examples last time ومش الحال خلينا نحط هيك شويه example limit as x tends to minus infinity مثلا ل 5x شو بتصير هي 5 times minus infinity هون minus infinity like 5 times minus infinity number times infinity infinity positive number minus infinity بيطلع minus infinity اوكي ماشي الحال هاو دي كلهم كانوا اخذناهم last time طيب brain اجت بس عشان اخذ هيدا before we start a new idea تتأكد كل موجود ندى here محمد حسان كمان شفته اجا
طيب هلا جهزوا لي الكابي بوكس، لانه راح نبلش ناخذ نيو ايديا اللي هي اذا كان عندي فراكشن. اوكي اذا كان عندي فراكشن يعني ليميت ل اسمه بسموها ليميت للكوشنت اف اوفر جي. اوكي طيب هذا التيبل كله مش راح فوت فيه لانه شوي يعني خربت. اوكي يعني نحن بدنا نلخصهم بهودي الرولز. نمبر اوفر انفينيتي ايكوال زيرو. Okay, number over infinity equals zero. طيب هاي الاوريجن يعني هيدي الكبير. Number over infinity equals zero. هيدي اللي بدنا نحفظها. هلا هودي الأربعة بيجوا roots منها. Okay. يعني إذا كان هيدا النمبر positive number والانفينيتي هي plus infinity فبيطلع zero plus. تبقوا كتير منيح. Zero plus. Zero plus اللي كنا ناخدها نحن بالgraphs. هي نفسها هون 0 بلس. اوكي يعني مثلا اكزامبل على ها، اذا انا عندي فانكشن وجبت الليمت طلع مثلا 3 اوفر بلس انفينيتي، طيب 3 اوفر بلس انفينيتي بيطلع 0 بلس مثلا. هذا اكزامبل. نيجاتيف نمبر اوفر بلس انفينيتي بيطلع 0 ماينس، يعني مثلا نيجاتيف 5 اوفر بلس انفينيتي شو بتطلع؟ 0 ماينس. اوكي positive number over minus infinity equals 0 minus و negative number over minus infinity بيطلع 0 plus. يعني مثلا negative 5 over minus infinity بيطلع 0 plus. هون 3 over minus infinity بيطلع 0 minus. حدا عنده question على هودي الأربعة؟ يلا write them in your copy books. اوكي لحتى نروح على new ideas. أنا مثل ما حكيتكم قبل الكابي بده يكون فيو نوتس، يعني هيدي الكابي بوكس هيدي الصفحة فيها النوتس. شو هن النوتس؟ هودي رولز، بتحط فيها رولز، بتحط فيها شيء اكزامبل إذا أنت بدك، بتحط فيها أي شيء. أوكي بس نخلص النوتس، الصفحة اللي بعدها شو بتكون؟ بتكون اكسرسايز، إن كان ورك شيت ولا إن كان اكسرسايز من البوك. أوكي أو أنا بعطيكم هن أو اكسترا كويستشنز. أوكي أو أكتيفيتي، تكتبوهم كلهم. سمعيني كلكم؟ يعني الكابي بوك تبعك بده يكون مرتب، مش انه والله هيك خلص انا عم باخذ اونلاين وعم بتفرج على الاستاذ شو عم يشرح او متخلصنا، بدك تكتب كل شيء. يلا write this notes لحتى نروح على شويه examples. يلا. مش الحال استاذ. في حدا بعده عم يكتب؟ كلكم. استاذ فيك ترجع لورا شوي بس؟ ورا هاودي كنا كاتبينهم يا علي قبل نحن شو علي نعم نحكي؟ كنا هاودي كنا كاتبينهم كلهم. ايه بعرف بس عم شوف شغلي مش الحال هسه. اوكي فاذا كل الرولز بدي اياهم كلهم يكونوا مكتوبين عندكم بصفحه او بصفحتين، يعني هيك ورا بعض يكونوا مرتبين. ليه؟ لانك انت بس تكون عم تحل اكسرسايزز بتيجي بدك تفتح الابلكيشن لحتى تشوف اللكتشر، مش كل يوم تفتح او مش كل ساعه بكون الانترنت منيح. هيك بكون كل شيء عندك على الكابيو، فاهمين علي انتم؟ تيجي تحل الرول بتكون قدامك على الكابيو، بتقدر تاخذ الرول وتحل عليها، يعني ما بدها شيء قصه سهله. طيب فاذا النمبر على انفينيتي بيطلع زيرو. اوكي نمبر على انفينيتي بيطلع زيرو. هلا رح ناخذ اكزامبلز على هي ونشوف شو القصه. كتبتوها كلكم؟ Examples مثلا limit as x tends to plus infinity ل 3 over x equal 3 over plus infinity. مثل ما قلت لكم انه هيدي الاكس بتحط بداله انا plus infinity وكاني عم بعمل substitute. اوكي للاكس باي plus infinity. 3 over plus infinity number على infinity 0، بما انه هون positive وهون positive يعني بصير 0 plus. اوكي طيب limit as x tends to minus infinity ل 3 over x يعني 3 over minus infinity positive number على minus infinity شو بيطلع الانسر؟ 0 minus. اوكي
limit as x tends to minus infinity la minus 5 over x شو بتصير minus 5 over minus infinity شو بتصير هون بتصير 0 plus okay طيب راح اعطيكم انا example لنفترض انه f of x equal for example a 1 over x squared مثلا 1 over x squared شو الليمت للf of x as x tends to minus infinity اذا انا بدي اجيب ليمت على minus infinity شو بتصير 1 over هلا هي 1 over x squared انا بتحط بدل الx شو minus infinity يعني minus infinity squared check بتصير 1 over بس انت يا minus infinity square شو بتصير؟ infinity ايه infinity بس شو minus ولا plus؟ positive plus infinity 1 over plus infinity شو بتصير؟ number على infinity 0 0 0 minus ولا 0 plus؟ 0 plus 0 plus 0 plus exactly طيب. thank you Cynthia اوكي شو الليمت للاف اوف اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي ليمت الاف اوف اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي ايكوال 1 اوفر بلس انفينيتي سكوارد يعني 1 اوفر بلس انفينيتي يعني 0 بلس اجين اوكي مش الحال اي ثينك اتس ايزي فاذا النمبر على انفينيتي بيطلع 0 تمام نحن كيف نحفظها لها؟ إذا أنا غلطت فيها شي يوم مثلاً كيف بحفظها؟ أوكي؟ مثلاً أنت حط عندك على الكالكوليتر 3 over 10 شو بتطلع 0.3 طب 3 over 100 0.03 طب 3 over 1000 0.003 مثلاً طب 3 over a very big number مثلاً لنقول million كل ما تكبر النمبر اللي تحت شو عم بصير بالانسر عم بقرب على 0 0 0 0 0 0 0 3 اوكي كل ما نحط هيدا النمبر فيري بيج كل ما يصير الانسر شو تبعه يقرب على 0 انت هيك بتحفظها فاذا انا حطيت 3 over 10 باور مثلا ممكن تكون مرقه معكم بالكيمستري او الفيزيكس 3 over 10 باور مثلا 11 او 20 او 17 اوكي ماشي فاذا كل ما نكبر هيدا النمبر اللي تحت كل ما الانسر هون يقرب على زيرو فما بالك اذا انت حطيت 3 over infinity 3 over infinity راح يصير زيرو هلا يا زيرو ماينس يا زيرو بلس اوكي يا زيرو ماينس يا زيرو بلس حسب هي فاذا انت نسيت شي يوم من هون بتتذكرها انه انا نمبر على very big number 3 على very big number على infinity يعني راح يصير زيرو اوكي هيك بنحفظها نحن طيب هلا another group of question of rules infinity على number بيطلع infinity اوكي يعني infinity على 3 بيطلع infinity infinity على 4 بيطلع infinity infinity على 5 بيطلع infinity infinity على 10 بيطلع infinity طب ليه؟ لانه انت عندك فوق رقم يعني number without bounds ما له حدود لما انت تقسمه على 4 راح يضلوا انه ما له حدود يعني مش راح يصير والله اوكي مثلا infinity على number راح تطلع infinity اوكي هيدي الرول الاساسي infinity على number يطلع ايرين تفضل يعني نحن نشتغل بنفس التيبل بس غير rules yes نحن عم نشتغل على نفس التيبل بس بغير rules ايه اكيد ايه يعني هو لا مش نفس التيبل هيدا التيبل عم يتغير كل مرة على فكرة يعني اوكي بس نحن بدنا الرولز يعني هيدا التيبل بس لهيك يشرح كيف صارت الامور هيدا التيبل كله ما تتطلعوا فيه انتو بس طلعوا بهودي الرولز يعني انا ملخصهم هون طريقة كتير سهلة وبسيطة اوكي طيب بس انفينيتي على نمبر بيطلع الانسر شو انفينيتي هلا حسب بلس انفينيتي على بوزيتيف نمبر بيطلع انفينيتي
بلس انفينيتي على نيجاتيف نمبر بيطلع انفينيتي. اوكي يعني كيف نحن اخذنا من شوي او قبل انه نمبر تايمز انفينيتي بيطلع انفينيتي، يعني مثلا 3 تايمز انفينيتي بيطلع انفينيتي. طب نفس الشيء انفينيتي اوفر 3 راح يطلع انفينيتي كمان. اوكي طيب هلا انفينيتي اوفر بوزيتيف نمبر بلس انفينيتي على بوزيتيف نمبر بلس انفينيتي، بلس انفينيتي على نيجاتيف نمبر ماينس انفينيتي، ماينس انفينيتي على بوزيتيف نمبر ماينس انفينيتي، ماينس انفينيتي على نيجاتيف نمبر بلس انفينيتي. اوكي هلا واحد بيجي بيقول لي طيب وات اف ات از انفينيتي اوفر انفينيتي؟ انفينيتي اوفر انفينيتي هي شو؟ انديترمنت، مش 1 لانه كثير بفكروها 1. هلا نمبر على نمبر بيطلع 1 بس انفينيتي على انفينيتي ليه؟ لانه هيدا انفينيتي ما له حدود، يعني انا مش عارفه قد ايه، واللي تحت كمان ما له حدود كمان انا مش عارفه قد ايه، يعني هي شو بتصير indeterminate، يعني انا ما بقدر احدد الانسر. اوكي اذا انفينيتي على انفينيتي indeterminate، وانفينيتي على نمبر انفينيتي. تمام any question؟ يلا write them in your copy books حتى ناخذ examples نشوف apply application عليه. Any question? يلا حدا عنده سؤال؟ حدا عنده شيء؟ No. Okay. Let's take some examples. The examples here, limit as x tends to plus infinity, like x over 2. X over 2. شو بتصير؟ Plus infinity over 2. طيب infinity على number شو بتصير؟ Infinity. Plus infinity على positive 2 هي أكيد plus infinity. Limit as x tends to plus infinity, like x over negative 2. شو بتصير؟ Plus infinity على negative 2 بتصير minus infinity. Okay, fine. Limit as x tends to minus infinity لx over 5. يعني minus infinity over 5 يعني minus infinity. Okay, I think it's easy. فإذا خلص نحفظها infinity على number شو بتطلع؟ بتطلع infinity. Okay. مش الحال؟ عم تكتبون اللي عم يكتبون؟ yes. عشان يلا اكتبوا الاكزامبلز. yes اكتبوا الاكزامبلز لانه بفيدونا كثير الاكزامبلز later on، بس نسيت نحل exercises. اوكي بصير نطلع دغري على الاكزامبل، كيف عملنا بالاكزامبل بنشتغل بالاكزرسايز، هيك الاكزرسايزز بكونوا، يعني انا بعطيكم functions وبقول لك find the limit على zero، find the limit على infinity، هذا الدرس، هذا هو درس. اوكي؟ I think ما عاد في بس جروب واحد of rules يمكن أو تنتين وخلص. والرولز منهم صعبين إنه نحفظهم. Okay, I think إني يمكن خمسة أو ستة rules هودي اللي بالboxes وسهلين إنه نحفظهم يعني. هلا أستاذ فينا ناخذ بعد نحن ورشيت عليهم عشان نتدرب عليهم أكثر؟ ايه اوف كورس بدنا نحل اكسرسايز هيدا الويك، لا هيدا الويك ما في ورك شيت بس بدنا نحل اكسرسايز مع بعض، اكيد بدنا نحل كثير، هيدي بنفس الليكتشر في كثير اكسرسايز رح ناخذهم بعدين. اوكي هي هون الاكسرسايز هون هير، هلا انا حل منهم شوي هلا بحيهم ونحل. شو رأيك انك زهقان بدك ورك شيت؟ يلا بعد في جروب واحدة of rules
بعد في جروب واحدة of rules هاو تنتين هيهن اوكي وناخد examples ونبلش نحل exercises. طيب هلا اذا كان عندي fraction يعني هلايكو هلا هو fraction اذا كانت اللي فوق infinity واللي تحت number بيطلع infinity هيدي اخذناها من شوي اذا كان اللي فوق number واللي تحت infinity بيطلع zero بس ما حكينا اذا كان اللي فوق zero واللي تحت او اللي تحت zero او شيء اوكي okay. طيب بلكي انا عم حل وطلع عندي 3 over 0 مثلا اوكي okay. طيب 3 over 0 شو بتصير 3 over 0 بتصير infinity على هاي الرول الرول بتقول لي number على 0 بيطلع infinity اوكي okay. number على 0 بيطلع infinity يعني اذا كان positive number على 0 plus بتصير plus infinity اذا كان positive number على 0 minus بتصير minus infinity إذا كان negative number على 0 plus بتصير minus infinity و negative number على 0 minus plus infinity يعني حسب negative على negative positive أنت بس بتحفظ هاي الأساسية يلي هي number على 0 بيطلع infinity بالبداية بتفكرون كتير صعبين وقف كيف بدي أنا بس صير تحلوا كتير exercises بيمشي الحال أوكي؟ طيب هلا إذا كانت هيدي نمبر على زيرو طيب بلكي كانت إنفينيتي على زيرو طيب إنفينيتي على زيرو بيطلع كمان إنفينيتي إنفينيتي على زيرو كمان بيطلع إنفينيتي أوكي إنفينيتي على زيرو بيطلع إنفينيتي هلا حسب إذا كانت بلس إنفينيتي وزيرو بلس بيطلع بلس إنفينيتي إذا بلس إنفينيتي وزيرو ماينس بيطلع ماينس إنفينيتي إذا minus infinity zero plus بتاع minus infinity وإذا minus infinity zero minus بتاع plus. هلا أنت بتحفظني بس ها وها. number على zero infinity وinfinity على zero كمان infinity. Okay. Yes, Dan. هي لأنه مش exactly zero عشان هيك فينا نعملها هيك. بأول واحدة. انه ايه كرمال ايه نمبر على زيرو يعني مثلا 3 على 0 هلا نحن بنعرف من قبل انه 3 على 0 هي indeterminate صح؟ انه ما في error او شيء بس نحن مش عم نحكي calculation نحكي as limits اوكي؟ طيب هلا 3 على 0 هيدي الزيرو يا 0 بلس يا 0 ماينس يعني حسب اوكي؟ هلا شو يعني 0 بلس؟ يعني بعد الزيرو بشوي بس احنا مش عارفين قد ايه هل هي 3 على 0.1 ولا 3 على 0.01 ولا 3 على 0.0001 اوكي هلا الزيرو بس هي رقم كتير كتير صغير بعد الزيرو يعني يمكن يكون 3.0 3 على 0.00000 ما بعرف قد ايه 1 هيدا النمبر اوف زيروز ما في يحددهم اوكي بس انا اللي بعرفه انه هو رقم كتير صغير هلا انتم اذا حطيته على الكالكوليتر 3.3 over 0. مثلا 10 زيروز بعدين 1 بيطلع رقم كتير كتير كبير اوكي كل ما صغر اللي تحت كل ما يكبر العدد اللي فوق هلا هيدي بعرفها اذا انا عندي فراكشن كل ما صغر هيدا النمبر كل ما يكبر الانسر هيدا بيصغر هيدا بيكبر فاذا كان هيدا 0 بلس يعني رقم كتير صغير فهيدا بده يكون اجباري رقم شو كتير كبير وما له حدود يعني بلس انت اوكي اوكي ثانك يو عاد كمان طريقه بنحفظ فيها الرول يعني نمبر على 0 بلس بيطلع بلس انفينيتي انفينيتي على 0 بيطلع كمان انفينيتي اوكي انفينيتي على 0 بتطلع كمان انفينيتي اي ثينك كتبتوها كي نروح شوية examples limit as x tends to 0 plus the 1 over x يعني 1 over 0 plus طيب number على 0 شو بتصير بيجي على الرول number على 0 هيها شو بتصير بتصير infinity check number على 0 infinity يعني 1 على 0 infinity positive number 0 plus شو بتصير plus infinity طيب limit ل 1 over x as x tends to 0 minus يعني 1 over 0 minus minus infinity
limit as x tends to 0 plus the minus 2 over x so بتصير minus 2 على 0 plus يعني minus infinity. اوكي يعني انا بس احفظ الرولز خلص بيمشي الحال. تمام. هلا اذا اجاني شي question infinity على 0 اوكي فبيطلع الانسر infinity. تمام. هلا شو هن الانديترمنت رولز اللي اخذناهم تلنا وهن اربعه هودي لازم نحفظهم لانه بعدين بدنا نصير نستعمل اشياء كثير عليها للسنه الجاي ولهيدي السنه اللي هي بلس انفينيتي ماينس انفينيتي زيرو تايمز انفينيتي انديترمنت انفينيتي على انفينيتي انديترمنت زيرو على زيرو كمان انديترمنت هودي الاربعه انديترمنت اذا جاك شي كويستشن تل ناو وطلع عندك انفينيتي على انفينيتي فانت لازم تقول لي شو indeterminate. هلا بعدين بنصير ناخذ rules اذا طلع indeterminate شو بنعمل شو بتسوي اوكي okay. بس till now it's fine. ماشي الحال؟ طيب اوكي انا كنت حاللهم بالفيديو. Let's start solving exercises. يلا شباب يا صبايا prepare your copy books. استاذ فيك ترجع حلي ورا؟ ايه اوكي بس اكتبوا عندكم انتم indeterminate cases شو هن او indeterminate forms plus infinity infinity zero times infinity infinity على infinity وزيرو على زيرو وترجع اللي قبل شوي كمان examples اوكي okay, ماشي الحال خلص ماشي thank you اهلا وسهلا طيب خلينا نشوف كيف بيجوا الاكسرسايزز اوكي Yeah, number one, limit as x tends to zero minus. Okay, and to اكتبوا عندكم exercises, ماشي? مش worksheet, هودي exercises. Okay, هلا إن شاء الله كمان next time راح تكون كمان exercises, لأنه هيدا الدرس بده كتير exercises. Limit as x tends to zero لone over x. هيدا لي question. When the sunshine is shining together. Yeah, let's start. Limit as x tends to 0 minus the 1 over x. بتصير 1 over 0 minus. Okay, راح حل كم واحدة. بعدين بصير بسألكم واحد واحد. 1 over 0 minus. طيب, number على 0. مين كتب عنده على الكوي كوي اللي. Number على 0. شو الرول؟ شو؟ Infinity. Infinity. Number على zero. Infinity. هاي آخر rule كتبناها هي. Number على zero. Infinity. هاي دي rule. فينا. Okay. طيب بما إنه number على zero infinity. أنا الأنسر تبعي ما في يكون بس هيك infinity. بده يكون يا plus يا minus infinity. هلا هون في عندي positive number. هون zero minus يعني minus infinity. Negative. Minus infinity. يلا هاني تاني واحدة limit as x tends to 0 plus the 1 over x equal 1 over 0 plus 1 over 0 plus number على plus infinity plus positive plus infinity very good طيب Cynthia limit as x tends to plus infinity لا x squared plus x cube استاذ سؤال بس ايه تفضل بس تكون انا الليمت من x ل 0 بنحط الرقم على 0 بس تكون من x ل infinity بنحط الرقم على 1 وانا على infinity ايه بس هي الفكره بالدرس مش من x ل 0 as x tends to 0 يعني بعمل إيه substitute إيه بعمل substitute إيه. إذا الـ x هرو زيرو زيرو بحط بدل الـ x زيرو إذا الـ x راح على infinity بحط بدل الـ x infinity إذا الـ x راح على هي. إيه بحط بدل الـ x 1 إذا الـ x راح على 5 بحط بدل الـ x 5 وهون أنا بدي استعمل الـ rules اللي أخذناهم infinity إيه الـ rules اللي أخذناهم number على زيرو ده السؤال بس هون يلا هون يا أستاذ بهيدي اللي بتحلى سنتيا يا خليها تحلى بس أكس... خلص بس خلص تسألني عليها ماشي يلا ماشي. يلا يا سنتيا تفضل
الاكس سكويرد بي بوزيتيف انفينيتي. اوكي بلس انفينيتي، خلينا نحط السكويرد هيك بلس اوكي بلس انفينيتي سكويرد وانفينيتي كيوب. اوكي ايكوال يا بلس انفينيتي سكويرد يعني شو؟ يعني positive infinity. Yes, ده لأنه infinity times infinity squared يعني infinity times infinity فهيطلع الانسر infinity. Plus infinity cube. كمان positive. كمان plus infinity وفي plus مرة. يعني كلها بتصير راح تصير plus infinity. طيب plus infinity plus infinity شو بتصير؟ Infinity plus infinity. Plus infinity. Plus positive infinity. إيه، أوكي. هلا نحنا إذا نسينا الرول، متذكر يعني المفهوم تبع infinity، أوكي؟ يعني هذا هو unlimited number plus unlimited number تاني. شو راح يصير الأنسر؟ كمان unlimited number يعني طلع plus infinity. فهمت كيف؟ إذا نسيت الرول، بتذكر يعني تفهميها هيك، تمام؟ شو يا علي؟ عندك yes. سؤال؟ عندك سؤال عليها لها ولا خلاص؟ الحال مش الحال، بس كما بدي اسالك هي اللي حليتها، كما بدي اقول لك انه مش محل اكس بدنا نحط انفينيتي. ايه محل الاكس بدنا نحط انفينيتي. يس بس اوكي يا استاذ. طيب وين ذا سانشاين؟ يلا علي تفضل علي دورك هلا. ليمت بحلها ايه as x tends to what to minus infinity لا x plus x cube مش ماين ام بلا ماينس انفينيتي مزبوط. اول وحده ايكوال ل ماينس انفينيتي. اول وحده ماينس انفينيتي بلس لانه هي كيوب كمان ماينس انفينيتي. ماينس انفينيتي كيوب يعني بتصير ماينس انفينيتي بلس وات ماينس يا استاذ لانه ماينس وماينس. اوكي بلس ماينس انفينيتي بلس ماينس انفينيتي ليه؟ لأنه هايدي I mean يعني إنه هايدي الماينس إنفينيتي كيوب بتصير ماينس إنفينيتي. أوكي وأول واحدة بلس إنفينيتي خليتها بلس إنفينيتي وهايدي البلس اللي بالنص اللي هي بعدها إيكوال بس مش هي اللي بالنص بتصير ماينس بالضبط. إيه ما هلا بدي أعملها بستب اللي بعدها بتصير ماينس إنفينيتي ماينس إنفينيتي فشو بتصير يعني بلس إنفينيتي على انتبه قصدي زيرو زيرو علي ماينس إنفينيتي ماينس إنفينيتي. كيف plus infinity plus infinity شو أعطاك الانسر؟ plus يعني minus infinity يعني minus infinity. علي بدك تكتب الرولز وبدك تفرجيني عليهم بعدين انك انت كتبتهم وفصتهم منيح. استاذ بعرفهم. لا بدك تكتبهم والله بعرفهم بس تكتبهم تحفظهم ما تقول لي بعرف. طب حل واحدة تانية. لا خلاص مش الحال يلا thank you ماشي. مهم هلا على practicing بتصير تحفظهم شوي شوي. يا ثانك يو علي. مهدي limit as x tends to 0 minus وركز كتير منيح ل 1 plus 1 over x 1 plus 1 over x yeah. أول شيء 1 شو خليها 1 plus 1 over 0 minus exactly 1 over 0 minus equal equal 1 plus, plus number على 0 my 1 minus infinity استاذ minus plus. ايه على اي plus الفراكشن هيدا ايه الفراكشن هيدا هو minus infinity check يعني محل plus مش محي هلا بكتبها بستب اللي بعدها مش محي هلا 1 minus infinity شو بصير؟ minus infinity minus infinity ليه؟ لأنه number plus infinity plus infinity و number minus infinity بيطلع الانسر yes. minus infinity هون استعملت أنا اثنين rules. أول rule هي 1 over 0 infinity وتاني rule 1 minus infinity minus infinity يلا اللي بعده مش كاتبون يكتبون بسرعة والبقايا أو مش البقايا بعد في واحدة يمكن اوكي ونكست تايم بنكمل بالاكسرسايز اوكي ولا عنده سؤال يسال بالاخر اذا حدا عنده سؤال
استاذ والله هاي كنت بعرفها بس انا انتهيت. فين المظهر يا استاذ؟ تردد. اتس اوكي اتس اوكي ماشي الحال صدقني. بس بدي اقول لك شيخ. يلا اللي ما عنده شيء يمشي شويه شويه يعني تفضل شويه. Says when the sun shine, we shine together, me and you. Goodbye, yes. حدا عنده شيء تاني يقوله غير علي؟ شفت يا أستاذ بس أنا بحبك إني ما بحبه. يا عمي أنت كل المحبة يعني لا بالعكس. حبيبي يا أستاذ. خلاص يلا باي. Take care يا أستاذ. Stay safe. اكتب الرولز ها؟ اكتب الرولز كلهم. إيه. يلا اللي ما عنده سؤال فيه يمشي نحن خلاص. بدي أحطهم وول بيبر هلا يا أستاذ. تمام عشان نحفظه كتير منيح. أستاذ مهدي. إيه. باي. يعني لما يقلنا limit x tends to be حيالله number يعني نحن بنعمل substitute للx. Exactly. Yes, exactly. نعمل substitute. يعني أعطاني بس هون as x tends toward 0 minus أنا جيت حطيت بدل الx 0 minus كأنه عم بعمل substitute عادي. Okay. بس بيفرق الانسر بالrules يعني 1 over 0 minus بتصير infinity. Okay. لو كان قايل لي as x tends to plus infinity مثلا بتصير انا حط 1 plus 1 over plus infinity 1 over infinity بتصير 0 يعني حسب هون انا apply the rule بس اول شيء اكيد بعمل substitute مثل ما حكيت yes اوكي ماشي يلا عندك شيء ثاني؟